بعد أن استعادت مصر قوها على الصعيد المحلي، وبعد أن أكدت ريادتها للقارة السمراء ودورها في خدمة القضايا الإفريقية، بعد أن بات تواجدها مكثفاً على الساحة الدولية ومحورياً كشريك أصيل في الأحداث العالمية الكبرى، ها هي مصر تشارك في قمة G7 والتي تضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، قمة دولية مهمة تناقش القضايا الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء. لم تكن مشاركة مصر لتلك الدول الكبرى وليد المصادفة، بل لما شهدته مصر من طفرة اقتصادية هائلة. تحسن مناخ الاستثمار بفضل ما تمتلكه مصر من قدرات ومقومات حققت لها أعظم النتائج التنموية، وما تم إنجازه من طفرة اقتصادية شهدت لها المؤسسات الدولية كان العامل الأبرز لاستعادة مصر دورها المحوري العالمي.